السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا فنانين عاملين ايه؟ ناس كثيرة طلبت مني الفيديو ده كيفية رسم البشرة السوداء أو السمراء. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض التظليل وهنشوف كيفية رسم أي بشرة سمراء بسهولة جدا. دلوقتي بشتغل في الشعر الأول بطريقة الاسكامبلينج، معلش الإضاءة كانت في الجزء ده مش متظبطة، عشان كده الفكرة عموما في الشعر إني بعمل أول طبقة اللي هي التأسيس بطريقة الهاتشنج، بعد كده بكون عليها الطبقات التانية بطريقة الاسكامبل، والاسكامبل دي اللي هي التظليل بشكل دائري على الورقة أو بشكل زجزاج على الورقة، إن بفضل أجيب القلم على شكل دوائر كده زي ما احنا شايفين في الصورة، عشان أكون طبقاتي من غير ما الورقة تتقطع مني وفي الآخر أطلع تكوين بشكل جميل جدا. الشعر اللي احنا بنرسمه ده هو شعر مجعد او شعر كيرلي، ودايما اصحاب البشرة السمراء شعرهم بيبقى من النوع ده، عشان كده هو له اسلوب معين، هو اسلوب التظليل بطريقة الاسكامبل عشان اطلعه زي ما انا شايفه في الصورة. اللي مش فاهم انواع او طرق التظليل لازم يتفرج على كورس الاحتراف لتأسيس اي حد عايز يتعلم الرسم، هنزله في صندوق الوصف لازم تتفرجوا عليه لو انت حابب تبدأ في الرسم ومش عارف تبدأ منين وتايه. كورس مجاني كامل هنزله لك في صندوق الوصف. زي ما احنا شايفين ان الفكره الاساسيه لنقل الشعر ده ان بشتغل بطريقه الزجزاج او التظليل بشكل دائري على الورقه. حركه اتجاه الخطوط مهمه جدا، عشان كده ركز عليها بعينك. لو انت بتتفرج على اي رسام على اليوتيوب سواء اجنبي او عربي او اي نوع رسام في العالم، فركز معايا على حركه اتجاه الخطوط. التظليل ده بقلم واحد بس، مش معانا اي امكانيات تانية، مش هنستخدم اي اداة دمج في التدريب ده. دلوقتي الجزء ده بنرسم الاذن او الودن، انا بتكلم لغه عربيه عشان اخواتنا في الوطن العربي حبايب قلبي يبقوا فاهميننا يا جماعه. هنا بنقل بعيني تفاصيل الاذن او الودان وبشوف مناطق الظل فين واشتغل عليها ومناطق النور فين واشتغل عليها. براعي دايما اتجاهات الخطوط في الصوره عشان الرسمه تطلع معايا مظبوطه وتطلع زي الصوره بالظبط. براحتي خالص وانا شغال، مش مطالب منك كمبتدئ انك تطلع الرسمه بالظبط وبالسنتي وبص يعني تطلعها بيرفكت، لا براحتك خالص على نفسك عشان مستواك يتطور وعشان ما تحبطش نفسك في البدايه. كلنا بدأنا يعني على قدنا خالص، بعد كده مستوانا بدأ يتطور زي الطفل الصغير لما بيبدأ يمشي على رجله، ما بيقومش مرة واحدة يمشي يطلع يجري. فواحدة واحدة على نفسك عشان توصل لمستويات حلوة جدا. الصبر حلو، الصبر بيأتي بعده كل شيء جميل، فاصبر على نفسك عشان مستواك يتطور واحدة واحدة. كل اللي بعمله ان انا ببص بعيني على الصورة عاملة ازاي وبنقل زيها حركة الخطوط وحركة التظليل. محدش يقف عند حتة ان هو معهوش امكانيات في الرسم يا جماعة، لان دي حاجة بتعجزك مش بتخليك توصل لشيء. انا دايما احب ابدأ بالامكانيات اللي معايا. التدريب ده كله بقلم رصاص واحد، معيش امكانيات كبيرة جدا وماشي براحتي خالص عشان اطور من نفسي. لما بشتغل بقلم رصاص واحد قدامك دي فيها فكرة انك تشتغل بأقل امكانيات معاك وبأبسط الامكانيات عشان مستواك يعلى. بشتغل في البشرة بطريقة الهاتشنج اللي هي التظليل بعمل خطوط جنب بعضها، وبحاول اقرب الخطوط دي جدا من بعضها واغطي مسام الورقة في الوجه.
وبسحب الاوت لاين معايا في الرسمه عشان الرسمه تبقى واقعيه اكتر. يعني لو ركزت هتلاقيني بسحب خطوط التظليل في بدايه الوجه من عند الشعر، ولو عرفت ازاي تبدا في التظليل وتعمل اتجاهاته حلو زي الصوره هترسم اي حاجه بسهوله جدا. اللي ما يعرفش يعني ايه تظليل، ببساطه هو شكل او حركه كل خط في الرسمه اللي بعمله وتكوين الظل والنور، هو ده التظليل. من المفضل دايما انك تبدا بالاجزاء الغامقه في اي وجه بترسمه عشان تدرج من الغامق اللي انت عملته ده للفاتح، زي ما انا بدات بالشعر كده، بعد كده من الشعر للبشره. النظام في شغلك كمبتدئ بيساعدك تنجح في اي رسمه بنسبه 100%. ببدأ في أطراف البشرة وبهتم أكتر بالأجزاء الداكنة أو الغامقة جدا عشان أدرج منها للمناطق الفاتحة. الحواجب طبعا بشتغل عليها لأنها منطقة غامقة، شعر برضو، يعني الحواجب هي عبارة عن شعر والرموش والعيون. هنا بشتغل بطريقة الكروس هاتشنج وفي نفس الوقت بخبي الاوت لاين اللي انا عملته. ومن اسرار الواقعية انك تخفي الاوت لاين في الصورة كلها، يعني خدت الخط اللي هو بتاع الاوت لاين، الحدود بتاع الوش، خدته معايا في التظليل. ده في الاخر اللي بيبين الرسمة كأنها صورة متصورة مش رسمة مرسومة. دي من اسرار الواقعية ان اخفي الاوت لاين بتاعتي في اي تكوين برسمه. ببدأ بأماكن الظل القوي زي العين. العين جزء مجوف في الوجه فبيبقى مش وصل لها نور كتير زي بقية أجزاء الوجه، عشان كده بتبقى مظلمة أو مظلمة دايما. اشتغلت هنا بطريقة الهاتشنج وهعمل طبقة رصاص تانية عكسها وهشتغل بطريقة الكروس هاتشنج. ببدأ أنقل تفاصيل العين أكتر وبركز على اتجاه الخطوط ماشية ازاي، عاملة ازاي. يعني لو خطوط دائرية بعملها دائرية، لو خطوط جنب بعضها بعملها جنب بعضها، وعيني دايما هي اللي بتساعدني وهي مقياسي للنجاح في نقل اي صورة. انك تدرب عينك حاجة مهمة جدا في نجاح البورتريه. بنقل الرموش وركز على حركة الشعر وراعي دايما ان اخلي اطراف كل شعراية في الرموش رفيعة من النهايات بتاعتها عشان نوصل للواقعية في الرسم بتاعنا. زي ما اتفقنا ان الرموش في العين من فوق بتبقى اغمق جدا من الرموش اللي تحت. وانا برسم عدسة العين براعي الجزء المضيء فيها، يعني بظلل بعيد عنه عشان يبقى فيها واقعية اكتر. في ناس بتلون عدسة العين كلها من جوه وده غلط جدا. كل اللي بعمله ان ببص في الصورة عاملة ازاي وبشتغل زي ما انا شايف الصورة. في الخطوه دي ببدا اعيد على الاوت لاين بتاع الوش من عند الرقبه والدقن عشان احدده اكتر واظلله بطريقه صحيحه واظبط النسب بتاعتي اكتر. هبدأ أظلل منطقة البشرة وبالتحديد الخدود بتاع البنت عشان هي أغمق مناطق في البشرة. يعني بدأت بالشعر وبعد كده العين، بعد كده الخدود، بعد كده هركز على الظل بتاع الأنف والفم. أي ظل غامق ببدأ بيه، بعد كده هدرج منه للفاتح. ودايما المناطق الغامقة بتبقى صعبة في الشغل بتاعها شوية، يعني بتحتاج مجهود أكتر، فابدأ بالمجهود الأكتر بعد كده المجهود الخفيف. لو نظمت شغلك هتلاقي الرسمة بتطلع معاك بسهولة جدا ومظبوطة ومفيهاش أي مشكلة. لما بنيجي نرسم الأنف بنهتم أكتر بالجزء الأسفل منها عن الجزء العلوي. الأسفل اللي هو فيه مناطق الفتحات بتاع الأنف بشتغل عليها وبشتغل على الظل بتاعها. زي ما أنا شايف في الصورة هتلاقي الأنف غامقة جدا من تحت، وبرضه نفس الكلام بطبقه على الفم.
ببدا اشتغل عليه في المناطق الغامقه الاول، بعد كده ادرج منها للفاتح. هتلاقوا الفكره العامه لنقل الصوره من اي مكان ان بهتم بالمناطق اللي فيها ظل اكتر، والكلام ده لو بظلل بالرصاص والفحم. اما في الالوان بنعكس الكلام ده وبندرج من الفاتح للغامق. الظل في الفم هنا غامق جدا في جزء الشفايف اللي فوق وتحت الشفايف اللي تحت. عينك دايما كفنان مبتدئ على اتجاه وحركه الخطوط لو بتتفرج على اي رسام على اليوتيوب سواء اجنبي او عربي، لان هو ده مفتاح التصديل بالنسبه لك كمبتدئ. هنا استخدمت طريقة الكروس هاتشنج عشان اغمق الظل، وفي نفس الوقت عايز اخفي الاوت لاين بتاع الشكل عشان الرسمة تبقى واقعية اكتر، فخدت الاوت لاين بتاع الشكل اللي انا كنت محدده بيها مع الرسمة. اهم حاجة مطلوبة منك كمبتدئ الجرأة في الرسم. الجرأة حاجة حلوة جدا في الرسم وبتطور مستواك. في مبتدئين كتير بيرسموا الاوت لاين ويخافوا يظللوا، وده غلط جدا لانهم عندهم وسواس بيقول لهم في دماغهم اوعى تظلل لان الرسمه ممكن تبوظ منك، ودي حاجه غلط جدا، ده وسواس يا جماعه. فاستهدوا بالله وتخلصوا من هذا الوسواس عشان شغلكم يبقى كامل، يبقى تكوين كامل. واحنا عملنا الاوت لاين وعملنا تظليل فشغلنا طلع بشكل حلو وشكل صحيح، وفي الاخر نطلع عمل فني ناجح وتحسوا بتطور مستواكم وتجارئ انك تطلع درجه غامقه. في ناس كتيره بتعمل شغلها باهت مش بتعيد على رصاص يعني بكذا طبقه، عشان كده الشغل بتاعها بيبقى باهت او مش ناطق، فدي مشكلة الجرأة عندهم ان هما بيخافوا يبوظوا. فطول ما انت خايف فمش هتوصل لشيء. دايما بهبب الدنيا في الرسم عشان اتعلم، بفضل بصوا ابوظ الدنيا وعيط واجرب، ده اللي خلاني اتعلم. ما وقفتش عند نقطة ان انا خايف اعمل عشان اغلط، لا اجرب، لان احتمال التجربة دي تطلعك انجح من ناس كتير جدا في الرسم وتبقى انت افضل مننا مليون مرة. فعشان خاطري لازم تجربوا وما تقفلوش نفسكم بنفسكم، لازم انتوا اكتر ناس تشجعوا نفسكم في البداية. التدريب ده كله بقلم رصاص واحد نوع ستيدلر ودرجته 8B، وزي ما قلت لكم قبل كده الدرجه الغامقه ممكن تطلع منها الفاتح والغامق. الفاتح بتطلعه بضغطه خفيفه من ايدك على القلم، اما الغامق بيبقى بالضغطه القويه شويه، وبنفضل نكون طبقات كتير. يعني هنا اكتر جزء واخد درجات فوق بعضها هو الشعر. هتلاقي جزء الجفن اللي تحت العين غامق جدا فبنغمقه زي ما عينينا شايفاه في الصورة. تفاصيل بسيطة ولكن لو اهتميت بيها هتطلع عمل فني ناجح بسهولة جدا. الرسم يا جماعة مش معجزة، والرسم سهل جدا، ولكن تعرف اساسياته عاملة ازاي وتبدأ تشتغل. عندنا كورس الاحتراف اللي انا نزلته، والله اي حد لو سمعه لا يعرف يرسم بسهولة جدا، لانه في اساسيات الرسم وفي ازاي تبدأ في الرسم وتبدأ بايه، وحاجة سهلة جدا يعني. فما تضيعوش وابدأ اسمعه، هنزله لك في صندوق الوصف. لو عايز تتأهل في الرسم وافضل من مليون كورس هتروح بفلوس، حاجه مجانيه وانت قاعد في بيتك معزز مكرم هتسمعه، وان شاء الله هتبقى فنان جامد جدا. وهو خلاص التعب سنين فاتت، فانا جمعته لك كله في كورس واحد في كل حاجه، هتلاقوه في اخر الفيديو هيظهر لكم على الشاشه. هو كورس الاحتراف، اسمعه وتعلم منه على قد ما تقدر، وبعد كده ارسم اللي انت عايزه براحتك. الخطوة الأخيرة في البورتريه وهي الضغط على القلم ودمج الخطوط أكتر مع بعضها، بإني بقرب الخطوط من بعضها جدا. وهنا لو نلاحظ ما استخدمتش أي أداة دمج، لا استخدمت قطنة معايا ولا منديل ولا فرشة ولا قلم دمج. وحذرتكم قبل كده من دمج الرصاص كمبتدئين لأنه بيأخر مستواكم في الرسم وفي مشاكل كتير جدا، وهنزل لكم الفيديو في صندوق الوصف اللي بيقول الكلام ده. وكمان مش عايز أدمج الرصاص عشان أنتوا ترسموا الصورة بسهولة جدا وتشوفوا اتجاهات الخطوط عاملة إزاي وترسموا زيي. Thank you.
هنزل لكم الصوره دي تحت الفيديو، تدريب بحاولوا تشغلوا ايديكم فيه وتتعلموا فيه، واي سؤال يقف قدامكم انا معاكم، ابعتوا لي الصوره على الانستجرام والتدريب ده معايا، واشتركوا في الجروب اللي على الفيسبوك ارسم مع ابراهيم، هاشتاج ارسم مع ابراهيم، واي حاجه تقف معاكم يا فنانين اسالوني فيها وانا تحت امركم في اي سؤال. تدريب بسيط جدا، البشرة السمراء سهلة، مفيش معجزة في الكلام خالص، لو في اي معجزة او اي حاجة صعبة اقول لكم عليها، زمن المعجزات خلاص انتهى يا جماعة، فاشتغلوا وتدربوا وما تخافوش عشان مستواكوا يعلى، ومحدش ينسى ان الجرأة هي اكتر حاجة تعلمك الرسم. لازم بقى عينك تلاحظ دلوقتي وتشوف الفرق في الدرجات الرصاص رغم انه قلم واحد رسمنا بيه، ولكن الدرجة الغامقة طلعتها بتكوين طبقات كتير فوق بعضها، والدرجة الفاتحة او الخفيفة هي عبارة عن طبقتين ثلاثة بس من الرصاص، ودي الفكرة في الرسم بقلم واحد في اي بورتريه. مش لاي حد بيحبطكم، في ناس كتير بتقول لك يا عم ده صعب، ده حاجه مستحيله، مفيش حاجه مستحيله يا جماعه والله، ولكن الموضوع عايز بس تصدق نفسك وتتعب وتجتهد عشان تلاقي في تطور في مستواك. ما تستناش كتير وما تستناش امكانيات، لان الامكانيات مش بتتخلق في يوم وليله. كل التدريب ده ان انا بنقل الصوره زي ما انا شايف، يعني البنت هنا مثلا ببساطه عندها حسنه في بقها فرسمتها عادي، براعي الظل والنور، بغمق اللي انا شايفه غامق وبسيب الاماكن الفاتحه واديها درجه خفيفه زي ما اتفقنا قبل كده مع بعض، ان انا ما بسيبش جزء فاضي خالص، انا حتى الجزء اللي فيه نور او اضاءه بيبقى واخد درجه من الخامه بتاعتي ولكن درجه خفيفه شويه. الشغل بدون دمج يا جماعة بيعلمكوا الفن اكتر وبيخلي ايديكوا قوية جدا في الرسم، عشان كده بننصح بعدم الدمج، اشتغل بخطوط كده عشان تبين اللمسة الفنية بتاعتك. خطوط ايدك دي بتميزك عن غيرك من الفنانين، كل فنان له بصمته وله حركة خطوطه اللي ربنا ميزه بيها، فعشان كده انت كفنان ما تخفيش البصمة بتاعتك وتدمج الرصاص ده، انت ليك لمستك اللي بتتميز بيها، فحاول ما تتمصهاش او تضيعها بسبب الدمج. في الرقبة هنا بكون طبقات رصاص كتير فوق بعضها بطريقة الكروس هاتشنج، وبص برضو على المناطق اللي فيها ظل اكتر، شايفين الاطراف بشتغل فيها بطريقة الاسكامبلينج، الاطراف اللي هي بعيدة عن الهدوم او الملابس بتاع البنت بشتغل فيها بطريقة الاسكامبلينج. ان شاء الله انتظروا في فيديو عن الالوان، مفيش قناة اجنبية عملته ولا قناة عربية، وازاي الالوان بتأثر فينا كبشر، وازاي بنعرف شخصيات الاطفال من الالوان، وكلام كبير جدا في فيديو انا بحضره
ان شاء الله زي كورس الاحتراف كده ما اتعملش قبل كده في اي قناه، وحاجه هتعجبكم جدا، هتشوفوا الالوان مع النفسيه بتاعتنا بتبقى عامله ازاي، يعني انك ممكن تفسر اي حد من الالوان بتاعته. ودي الحاجه اللي احنا بنحبها في الفن، ان الفن بيعبر عنا وبيعبر عن اللي جوانا كاطفال او كبار او اي سن. الفن هو اكتر حاجه تعرف تعبر بيها عن اللي جواك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو انت اول مره تشوفني، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو اول باول. مستني تعليقاتكم اللي بتفرح، ومستني تعليقاتكم الكتير جدا على الفيديو ده، والصوره هنزلها لكم في صندوق الوصف لو حد عايز يرسمها ويبعتها لي عشان اتابع معاه. حبايب قلبي في كل مكان وفي الوطن العربي، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.